وفي العاشر من محرم قام المركز اللبناني للغوص بإنزال الراية الحسينية إلى قاع بحر سور على عمق 25 مترا، وقد أنزل الراية الفتى علي بيطار الذي يبلغ 13 عاما وهو أصغر الغواصين سنا في لبنان، وذلك لتوجيه تحية بعنوان كل يوم عاشوراء كل أرض وبحر كربلاء. أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير.